بتتغذى على بيت السمك وتتغذى عليا سلاحف البحرية أشبه الجلي وأنا شفاف. إذا رأيتني وأنت تسبح لا تقترب مني لأن لي لوامس تلسع جلد الإنسان وتسبب الألم الشديد والحساسية. فمن أكون؟ فوزير من أنا؟ من أنا؟ أحمي مصر من الأعداء وأرفع العلم، أحب الشعب وأحترمه. فمن أكون؟ ودي كانت فزورة النهاردة مع صديقتنا فيروز، وحل فزورة الحلقة اللي فاتت كان قنديل البحر. أنا عرفت الحل على طول. انت دايما ذكية يا زهرة. مش دايما يا نور. فاكر أول مرة شفت قنديل البحر وإحنا في اسكندرية؟ جريتي عليه وكنت عايزة تلعبي معاه وإيديكي اتلسعت منه وماما جريت بيكي على الدكتور. بس خلاص كبرت وتعلمت إن القناديل مش جلي، دي كائنات بحرية بتلسع جلد الإنسان.